الموسم الأول من منشد العراق انتهى. مروا المتسابقين بلحظات حلوة، انجمعوا من كل الأطياف ومن كل المحافظات. أكو هواي من الأمور ما شافوها المشاهدين، منها دموع الفراق بالكواليس. كان المشهد صعب على اللجنة وكادر القناة، لأن تعودوا على وجودهم طوال شهر رمضان. عيد روحي بغياب الموت لي رحمة. إلهي إن كان ما أريد لأبو اليمة، أخذ روحي غياب الموت اللي رحمة. هذا بايت طريقة. إلهي إن كان ما ريد ما ريد لأبو اليمة، إلهي إن كان ما ريد لأبو اليمة، أخذ روحي يا غيل أخذ. لا مو طبخت الولد هاي، حتى لو طبخته بس التصرف. أخذ روحي بغياب الموت لي رحمة. قبل لا يبدي تصوير الحلقة دائما كان الحكام يجتمعون ويا كل المتسابقين حتى يقومون أدائهم ويكون إنشادهم أفضل أمام الكاميرا، وهذا الشيء صار بكل مراحل المسابقة. صعدنا درجة. وين دوسها مثل ما قايل الهوى. وين والينا راح بسجايا، لو يرد لينا. زين ادخل. هل مرتاح فيها الطبقة لو قبلها مرتاح فيها؟ لا هاي هم مرتاح. يوصيقوا يسيل مطفى لبيديقة، ايوي الخيدري لمرتب. زين. اي الله ايش مصيبة، اي محبوب وحبيبة مين تتحمس بنار الرزية. هواي خفايا كانت تصير بالكواليس، من خلال تعلم كل متسابق شلون يستمر بمشروع منشد العراق ويصير اسم مهم بمجال الإنشاد الحسيني والوطني، بعد ما وفرت للمسابقة نقطة البداية للمسير نحو الإبداع.